تطورات جديدة طلعت اليوم بخصوص الهجوم الإرهابي على حفلة النجمة الأمريكية تايلور سويفت اللي كانت مقررة في فيينا هذا الأسبوع، اللي سميتها مؤامرة الهجوم، لأنه يوم الخميس تم إلغاء حفلات سويفت اللي كانت مقررة في النمسا بسبب الكشف عن مخطط هجوم إرهابي كان من المقرر تنفيذه من قبل شاب نمساوي عمره 19 سنة وقيل أنه بينتمي لتنظيم داعش. ووقتها أوقفت الشرطة النمساوية الشاب هذا مع اثنين كانوا على تواصل معه. الجديد اليوم أنه محامية المشتبه فيه إنا كريستن جالسة بتحاول تخفف من خطورة موقف موكلة، فقالت أنه ما كان يبغى يعمل هجوم انتحاري خلال حفلات سويفت وإنها كانت مجرد أفكار بتدور في راسه، وأنه هو كان بيتواصل مع تنظيم داعش الإرهابي بس خلال الشهر الماضي، وقالت أنه القنابل اللي عنده ما هي ذات نوعية جيدة ولو استخدمها في الهجوم الإرهابي ما كانت حتكون فعالة، وأنه عملها عن طريق برنامج تعليمي عبر الإنترنت، وأنه بس كان يبغى يجربها في الغابة مو في هجوم إرهابي. كارثة كارثة. هذه محامية ترى لازم يفصلها يعني أصلا. المهم تستمر التبريرات العجيبة. بالنسبة للسكاكين والأسلحة البيضاء اللي لقيوها عنده وقت اعتقاله، قالت المحامية انه اشتراهم من أمازون لأنه عجبه بس يعني. أما عن التغيير اللي صار في شكله، فقالت المحامية انه هو حب يغير وكان يبغى يكون هادئ عشان كده أطلق لحيته. وأكثر تبرير عمل جدل وخلى الناس يعني تتساءل لو هو إرهابي ولا مختل، قول المحامية انه موكلها مو ناضج ولا مدرك، ووصفته بالطفل، وأنه أكيد ما كان حيهاجم حفلات تايلور سويفت. على فكرة المحققين النمساويين قالوا أنه الشاب بايع تنظيم داعش مؤخرا، وأنه هو اعترف بنفسه وقت ما داهموا بيته لقيوا مواد كيماوية وأجهزة بيتم استخدامها في هجوم القنابل.